اغنياء اغنياء اغنياء. لا 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 لا, 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 لا. في واحد غني يشرب ستيلا. يا ابني هي دي اللي تصدر في الدماغ هنا ما تطلعش ابدا. ياب انت بتشرب ستيلا قدام الناس. طب ما انا اعمل ايه؟ اشربها من غير ما حد يشوفك. ولاد عمك لما بيشوفوك بيروح يقول لابوك مش ناقصين قرف. روح يلا شيل البيره دي. اخويا الصغير رخم. يلا روح. يلا اخويا الكبير تعالى عشان تديني العيديه بتاعتي. عايز كام؟ عايز مياية. مياية ايه؟ 100,000 جنيه. يا ابني اطلب رقم كبير عايز اخلص فلوسي كلها. يا عم اي حاجة بقول لك اديني اي فلوس. طيب ماشي. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ايه اللي في ايدي ده؟ صاعق ناموس. مضرب تنس. بتعمل بيه ايه؟ بعمل بيه ايه؟ عارف احلى حاجة في التنس ايه؟ ايه؟ الستات. ايه علاقة الستات بالتنس يا ابني؟ ما انت ما بتشوفش الستات بقى في النادي وهما بيلعبوا تنس. بيلعبوا ازاي؟ بيلعبوا ازاي؟ يعني انت بتروح النادي عشان تتفرج على الستات وهي بتعمل اوه؟ لا انا بروح هناك عشان الم الكور. امسك يا قليل الادب. انا قليل الادب؟ ما هو الغنى اللي عمل فينا كده. ليه يا رب خلقتنا اغنياء؟ ليه يا رب خلقتني غني؟ صرفت كل فلوسي على الخير. بنيت جوامع، بنيت مستشفيات، ربنا كرمني وزودني فلوسي. قلت اصرفها على الحرام. بنيت كاميرات، صرفتها على الستات. ربنا الحمد لله خد كل فلوسي. بس الناس اللي عملت معاها خير جم وقفوا جنبي وادوني فلوس اكتر. ليه يا رب خلقتني غني؟ ليه؟ ليه؟ ولاد المغازية ما يقولوش كده. لا عباس الضوء. لا 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 ايه يا ابني الاوفر ده؟ بحاول امثل. ما انت عارفني بحب التمثيل يا اخي. ايه ده؟ ده افوره. دي مش تمثيل خالص. عايز تبقى غني؟ عايز ابقى غني ايه؟ عايز غني؟ فلوسك؟ فلوسك ايه يا حمار؟ اللي انت بتمثله ده غباء. عايز الناس تسقف لك لازم تقول لا لا لا. مش انا اللي اهين نفسي عشان الناس تسقف لي. تمرمغ نفسك وتقعد عشان تسقف لك. هو ده التمثيل؟ ده انا ابيع وداني بس الناس تضحك. بطل بقى الغنى اللي انت فيه ده. غنى؟ اقعد ساكت والله العظيم انت حمار. انت مش عارف تودي فلوسك فين؟ مش عارف. ادخل معايا جمعيه. بكام؟ ب 20 مليون جنيه. وهقبض كام؟ 3000 جنيه. دي فرصة حلوة. مفيش أحسن من كده مضيعة للفلوس. هدفعها كام شهر؟ هو شهر واحد آخد المليونات وأمشي على طول. ولسه أستناك. أنت عايز تبقى أغنى مني؟ أيوه أبقى أغنى منك. أنا أصرف بس أنت ما تبقاش أغنى مني. أنا أبقى أغنى منك، ده أنت معاك فلوس قد كده. هو أنت بتصرف حاجة يا بخيل يا جلدة؟ أنا مش بخيل والله. لا بخيل، تثبت لي إن أنت مش بخيل. ده إيه؟ ده أيفون 6 أهو. يا ابني ده ما بتلمي بوز. أسكت. ده إيه؟ أيفون 7 أهو. يا ابني ده لسه ما نزلش. أسكت. ده ايه؟ ده نوكيا 510. ده اللي يعيش معاه. ده انت بخيل بخل. بخيل ايه ده؟ ذكاء مع فلوس تبقى ملك الدنيا. انت ذكي انت بخيل يا والله. شايف الفلوس دي؟ ايوه. مش عايزها. انا عايزها. ابعد. عرفت انت بخيل وجلدة؟ انا مش بخيل بس بحب الفلوس قوي قوي. بقول لك ايه؟ عايز ايه؟ عايزك تعلمني التمثيل. يا ابني انت حمار عمرك ما هتتعلم. انا بمثل احسن منك. ايوه يا عم انا عايز اتعلم. انا بمثل احسن منك. انا اللي بمثل احسن منك. انا اللي بمثل احسن منك. والله العظيم انت حمار. انا حمار. يا رامي يا رامي. ايه قول يا رامي، مين بيمثل احسن انا ولا احمد؟ مش عارف. مثله مشهد قدامي وانا احكم. خلاص نمثل مشهد. ايه نمثل؟ مشهد من حنفي القبهة. لا لا، مثل حاجه اجنبي. وريني قدراتك. خلاص يبقى مثل فيلم تايتانيك وانا اعمل الترجمه. تعمل انت الترجمه؟ وانا اعمل جاك. انا اللي هعمل جاك. انا اللي هعمل جاك. انا اللي هعمل جاك. طب مش ممثل. خد خد تعال اعمل جاك يا عم. خلاص ايوه ماشي. انا مش شايف حاجه يا عم. تعال يا عم قدام بس ابقى جاك.
اوكي يلا ابقى قدام مجه. خلاص يا عم يلا. جاك جاك I hate my life. إنني أكره حياتي يا جاك. Why baby؟ لماذا يا حبيبي؟ Because I love you Jack. لأنني أحبك يا جاك. But you are a poor man. ولكنك رجل فقير. And I am a rich woman. وأنا امرأة غنية. آه. وسفلة. تجيب قلب وتجيب مالتي. يمكننا التغلب على هذه المشاكل بالحب يا روز. But I can't. لكنني لا أستطيع. أنت لا تعرف ظروفي، لا تعرف أمي وأخواتي، لا تعرف ماذا تفعل خالاتي. يا عمي ده كله يا عمي بحط التاتش بتاعي يا عم، خلينا ننبسط يا عمي. ده قالت أكلت بس. إيه؟ هو حاسس بيا. اسكت. بيقول لك إنني لا أستطيع يا جاك، اتركني وارحل. يا رسان وفش. يا بنت السمكة. يا رسان وف قرد. يا ابن العسل. I love you. إنني أحبه. جاك. جاك. Follow me. اتبعني أيها الخنيس. جاك. جاك. Draw me. ارسمني. When without my clothes. ارسمني وأنا عارية. واتجب على بسة. واحنا لسه هنرسم يا موزة. واتجب على التليفون. ما أنا ممكن أخدك بموبايلي. أوكي. But no YouTube. أوكي. ذا شمبريك داون. السفينة تغرق. ذا شمبريك داون. السفينة تغرق. Where are you, Jack? Swim, Jack, swim! استخدمي هذه الخشبة يا روز. Okay. اصمد بجانبي يا جاك. 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 اصمد بجانبي يا جاك. The water is cold. إنني أتجمد يا روزة. I know. إنني أعرف. Space, please. أفسح لي مجالا بجانبك، ما تبقيش أنانية. أجرمين. فسيحة يا ابن الفلاحة. أرجوكي مكان ما تبقيش زبالة. No space. One space only. هو hey. هو مكان واحد. أنت فاكر نفسك في بيجو؟ I can't swim. إنني لا أستطيع العوم. بوبكار. فشار. يا بقى. إسماعيل ياسين في الأسطول البحري. صح يا عم. صح. عامل إسماعيل ياسين في فيلم أجنبي. إيه المشكلة؟ كوميديا بالإنجليزي. كوميديا بالانجليزي. بس بس انتوا الاثنين بتمثلوا اسبل من بعض. احلى حاجه الترجمه صراحه. بقول لكم يا جدعان ما تروشيناش بقى. فين ابوكوا؟ يا ظلامه يا ظلامه يا ظلامه. توفيق يا ظلامه. توفيق بعدين ريحتك وحشه. توفيق سايبين ابوكوا بيموت جوه وقاعدين بتلعبوا افلام يا ظلامه. يا عبو انت مالك؟ دي مشاكل عائلية. انت خدام هنا وبس. بتتف عليا يا ابن عمي وتشكر يا ابن عمي. حد هيتف تاني؟ في ايه يا احمد؟ انت معصب نفسك كده ليه؟ بكرة نورس ونطردهم من هنا طردة الكلاب. تطردونا يا ولاد عمي؟ هي دي الاصول. اصول ليه؟ انت عامل لي فيها مسكين؟ كفاية الحكايات والزنب اللي بتقعد تقول عليها البابا ليه علينا احنا؟ لغاية ما كرهنا. احنا ما بنفقعش الزنب في حد يا رشا، عيب. يا سلام يا اخويا. رشا وال... مين؟ والبرشامل. مين رشا دي فعلا؟ يا سلام يا اخويا. والبرشامل اللي احنا بنضربه والحاجات اللي بنعملها مين اللي بيقولها البابا؟ مش انت؟ الحاجات دي حقيقة انا ما بفتريش على حد يا ابن عم. يا فتان. يا فتان. يا فتان. بتتريقوا عليا يا اولاد عمي. متشكر يا ولاد. وسع وسع وسع. بتتف عليا انت كمان. متشكر يا ولاد عمي. بس يا جدعان انت مهما كان برضه ابن عمنا ما ينفعش نعمل فيه كده. خد خد يا توفيق، انت صعبت عليا.
انا هعمل معاك حاجه من الاثنين، يديك فلوس يديك موبايل الجديد. يا بخيل، عمرك ما هتديني فلوس، اديني الموبايل. زيرو 10 12 وتحفل عليك وتحفل عليك وتحفل عليك. بتسيبوني عشان معاكوا فلوس يا ولاد عمي؟ ايوه. اشوف فيكوا يوم يا ولاد عمي، اشوف فيكوا يوم. ده انتوا بتاذونا من زمان، ده انت بتاذينا انت وامك من زمان قوي. امي؟ امي كانت بتاذيكوا؟ أيوة. طب اسالي رامي، انا امي دي يعني كانت بتردع رامي اكتر ما كانت بتردعني. والله العظيم اسالي رامي. كانت بتردعني لبن مغشوش. بس بالشوكولاته. ما تنكرش. كانت بتقعد تشرب ميه طول ما هي بتردعني، اللبن باظ. يعني تموت من العطش عشان انت تكبر يعني. ليه كده يا اولاد عمي؟ عموما انا هنام دلوقتي مظلوم، ويا بخت من مات مظلوم ولا باتش في الظلم. توفيق، استنى يا توفيق. استنى يا توفيق، قول لي دلوقتي هو مين مع بابا جوه؟ المحامي عزت يا ظلمه. محامي عزت جوه يا ظلمه. اشوف فيك يوم، اشوف فيك يوم. يا رب يا رب يا ظلمه. اطلع بره يا جدعان، عايزين نخلص بقى من الموال دوت. طب اديها لنا المحامي ده يا عم. قال اسمه ايه؟ عزت. عزت يا استاذ عزت، يا استاذ عزت. ايوه ايوه ايوه. وسهلا، انتوا ولاده بقى مش كده؟ بقول لك ايه، خلص عشان احنا مستعجلين وعايزين نمشي. 60 ده يلا اتكل على الله. خد يلا. احمد راح فين؟ يا عم سيبني بقى، استنى بقى نشوف هيقول المحامي. الله 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 الله، يعني اللي ابوكوا كان بيقولوا عليكوا طلع صح بقى. ده اللي هو ايه؟ اللي هو ان انتوا عيال زباله يعني. الله، انت جاي تهزقنا بقى ولا ايه؟ لا انا همشي يا عم. تعالى. ولا 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 انا قلت لك امشي؟ جريالة جريالة، هتستطول نفسك ولا ايه يا هلا؟ لسه بتبرشم؟ دخلت على مرحله الكله ولا لسه؟ لا لسه. وانت يا اموره؟ نعم. اخبار البارتيتا بتاعت القمار ايه؟ ابوك قايل لي على كل حاجه. وانت يا هلا؟ ايه؟ انت السكري. ماشي ماشي. وانت ايه؟ لسه بتصاحب الستات الكبار وتاخد فلوسهم؟ انت ناقصك فلوس يابا. ايوه بحب الفلوس. احنا عيال كلنا بنحب الفلوس، وبعدين انا ممثل وممثل شاطر. انت فاشل يا انا فاشل، ده انا لسه مدرب احمد الساعة على اخر الدور بتاعه. انت كومبارس يالا، انت بتطلع بظهرك ب10 جنيه. انت عرفت؟ عرفت طبعا، وريني ظهرك اهو. نص الافلام طالع بالظهر عادي جدا ب10 جنيه يا كلب. طبعا طبعا، اللي قالك على الحاجات دي ولاد عمنا الحقودين الزباله. ولاد عمكم ما قالوش حاجه، البلد كلها عارفه عنكم كل حاجه، وابوكوا كمان متضايق جدا. عشان كده ابوكوا قرر قرار مهم قوي. بس عرفت، ابويا عايز يتجوز، انا طالع بتاع ستات لابويا، انا عارف. انا بقى اشوف له واحده كبيره في السن من اللي انا بمشي معاهم، من اللي طلعوا البرد من الجده. يا ابني ابوك مش في دماغه الكلام الفارغ ده. امال في دماغه ايه؟ ابوكوا هيوزع الورث بتاعه. ايه ده بجد؟ ايوه. وهو حي كده عادي؟ وهو حي. طب حلو. وجايبني بقى مخصوص عشان اظبط الورث وكل واحد يعرف نصيبه. ايوه بقى يلا اورث بقى يلا. عارفين هيوزعوا ازاي؟ طبعا زي ما الشارع بيقول عادي. بالظبط. الولد فيكوا هياخد 10 مليون بابا، والبنت هتاخد 5 مليون. بس الكلام ده في حاجه بسيطه هتحصل. ايه يعني؟ الولد في ولاد عمكوا هو اللي هياخد ال 10 مليون، والبنت هي اللي هتاخد ال 5 مليون. يعني توفيق هياخد نصيبك، وانت التاني برضه الولد التاني مين دول؟ ايوه ادي دول. ايه وانت عارفه مين هتاخد نصيبك طبعا. اساميهم ايه؟ انا عارف. المهم يعني كل ولا هنزنق بعض في الكلام ولا ايه؟ شخصيته قويه قوي. ايوه اللي هو ربيع وكريم. خلاص فهمتوا؟ ماشي ماشي. بس الكلام ده لمدة شهر. لو ظبطتوا نفسكم مع أولاد عمكم وظبطتوا نفسكم مع أبوكم، أنتوا ما بتزورهوش بقالكم كتير. ساعتها الفلوس بعد شهر